تقفل علي الباب وقعد حارب الخوي الآن. يب هذا المنطقة اللي حاربوا فيها إذا ما خاب ظني صح؟ هلا والله مقطع جديد من The Evil Within الحلقة الرابعة الشابتر إذا ما خاب ظني السادس. شوي ضيعت لي يومين ما سجلت، ترى بالعادة أنا أسجل مقطع مقطعين ثلاث مقاطع بنفس اليوم لو تلاحظون نفس التيشيرت يكون. فلي تقريبا يومين ما سجلت ولكن كنت صراحة مستانس على تعليقاتكم في المقاطع اللي راحت واستفدت كثير وتندمت إني سجلت مقطعين بنفس اليوم. لأنه ضيعت صناديق واجد، أغلب تعليقاتكم كانت تقول صناديق واجد وكانت تقول على السعق، كانت تقول لي ركز على السعق حتى الفلاش وركز يا وليد على شو اسمه. عندي مفتاح باقي؟ لا ما عندي. وركز انك حاول تطلق على رجولهم بعدين تحرقهم كبريت. في تعليقات صراحة كثير افادتني ممكن ماني متذكرها حاليا ولكن لو صار لي موقف قدام في اللعبة راح اذكرها. حاليا انا جابوني على المستشفى هنا. لازم اروح على المراية اللي صح دقيقة. قلتولي برضو على شو اسمه على السرعة، قلتولي طور السرعة، طور السرعة. السرعة راح تفيدك قدام كثير، قدام في مرحلة راح تحتاج السرعة بشكل كبير. فالحين بطور السرعة. برضو في شيء ثاني الاحظ اول ما ينزل المقطع الظهر يجون الناس يقولون هاي هذا كيف شايف المقطع قبل بيوم، هذا كيف شايفه قبل كذا. طبعا باختصار شديد هذا الموضوع لانه منتسب او داعم باتريون، لانه نفس الميزات للمنتسبين في اليوتيوب او داعمين الباتريون نفس الشيء بالضبط. فاذا انت منتسب او داعم باتريون راح يمديك تشوف الحلقة قبل صدورها. وطبعا انا الانتساب ماني حاطه بس كذا تشوف تحط تاخذ فيسات والسلام عليكم، لا في ميزات ثانيه كثيره انك تشوف الحلقه قبل بوقت وانك تاخذ فيسات وان اسمك يتضمن في التعليقات في الوصف. ولكن الكل بشكل عام باختصار الكلام يعني ما اقدر اشرح كل الميزات، بشكل عام الكل الداعمين يشوفون المقطع قبل صدوره في الوقت الرسمي اللي هو الساعه 1 الظهر. فعلمهم حاليا خلونا نطور السمنة. دقيقة ابغى اطور السمنة، اتاكد السمنة يصير عندي 8 ثواني بس راح ياخذون مني 9000. متاكدين يا وليد؟ روح اوكي. شباشتيان يا جماعة الخير، الاسبانيين ما يفضون حرف الاس، تلاقون عندهم برشلونة، الانجليزي يلفظونها بارسلونة، ما لاحظتوا هذا الشيء. عندهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، نعم، ولا يلفظون ميسي، ما ادري، ما نعم ما ادري. اوكي الحين ليش طحنا يا اخي؟ تشطح دائما وليد، ملاحظ على نفسي؟ هي ملاحظ على نفسي والله يا اخوي، هذا اسمه شطحه ما قبل العاصفه. مو يقولون هم الهدوء ما قبل العاصفه، انا الحين انا شطحه ما قبل العاصفه. انه هذا الشابتر راح يكون دمار شامل ولا لا؟ ماني متاكد صراحه. اذا قابلت جيسون، لا مو جيسون حق فرايدي 13، لا جيسون خوينا الشابتر راح نفس المكان اللي في الصورة، يعني المكان اللي انت تخيله يا خوي راح تروح له 100% جيسون، 100% الشابتر المنشود. الشابتر المنشود هذا صح؟ يب جيسون. عاد هذا ممكن اخيس شابتر في اللعبة اذا ما خاب ظني ولا في اخيس؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات بس لا تذكروني مش الشابتر خايس، قولوا لي انه لا وليد في اخيس بس كذا اوضحه بدون حرق، لاني والله ناسي ما ابغى اتذكر، ابغى كذا انصدم زي خاشة المقطع الاخير يوم خرجت من شو اسمه الاخت اللطيفة. لا لا بدي اقول شيء بس انا خايف اخرب المتعه على ناس ما لعبوا اللعبة، عشان كذا بسكت، بحترم الناس اللي ما لعبوا اللعبة الان، ما ابغى احرق عليهم شيء. يا اخي ليش الموسيقى ذكرتني كذا بديفل مي كراي؟ ما ادري ايش السبب، ذكرتني كذا بديفل مي كراي وبالذات فيرجل كذا يوم يتقابلوا يا اخوه الجزء الثالث. بدي اشتغل لكن نعم اوكي. طبعا انا كثر ما عدت المرحله ذي ايام اول اعرف وش اسوي بالضبط هنا. انا اذكر في منطقه من المناطق اني كنت الوب في الزومبي ما اذبحهم، ماني متاكد اذا هذه المنطقه الاولى او المنطقه الثانيه او الثالثه، كم منطقه فيها وانا ناسي بس ما اذكر، بس ذي المنطقه اللي بحارب فيها هذول. لول تايم ها. اوكي بدايه جيده جدا على فكرة. حتى هذا الشيء ذكرني اياه واحد في التعليقات،
قريت التعليق، هو اللي ذكرني انه على اللوب. انا اول كنت اسوي لوب بس ناسي، هو ذكرني. اذكر اني الوب بذول الاثنين عشان ما يجون غيرهم لين خوينا يفتح الباب. انا ما راح اضيع السرعه على نفسي لين احس انه الموضوع. ما شاء الله عندك جيب كبير يا غوي، عندك لا والله مو هذه المنطقه، ما خبر يجوني اربعه زي كذا. هاي هاي استهدوا بالله يا جماعه. نايس علي اسطوره انا. تعالوا قربوا قربوا على النار. لا كفو عليك يا شيخ. والله حرام والله حرام. السلام عليكم يا حلوين، عرفنا لكم عرفنا لكم. تعال يا خوي تعال تعال متحمس. اي اي بابا بابا حبيبي تعال هنا. اي تعال هنا ابلع يا عمي. ذول ما يخلصون، ذول ما يخلصون ابدا. تعال قرب قرب. والله روحت طلق هنا عليهم ترى. حبيبي تكفى عيوني، استهدوا بالله شوي. كم واحد خرب بيتهم والله ما يخلصون. في هناك واحد ذبحته قبل شوي، انا لو يمديني احرق هذه معاه. قربي قربي. والله والله شفت شريط حياتي. الحركه هذه خطيره حلوه عجبتني، علمتوني عليها بس تخوف. معاك سائل نخاع شوكي يا خوي. عطنا بيجون الحين برضو من هنا ولا خلاص ما عاد يجون؟ اعتقد بعد يجون اذا ما خاب ظني. نظفتهم يا رجل، نظفتهم تنظيف والله، نظفتهم تنظيف. اخذت ال صار اوكي. يا رب في سيف داتا هنا يا رب يا رب. اوكي الجري خذ خذ هذه خذ هذه كويس. هذا تعويض هذا. اوكي خذ له دقيقه بالله. هذه ابغاك تركلها لين هنا. والله اني خايف ترى، ما احب لو بالزومبي ذولي. الزومبي ذولي والله انا شو اسوي بحالي الحين انا. يو ماست ريلي تف. والله لو ضربوني ذولي ضربه انا في عداد الموتى. يا حتى تكفى افتح الباب خلص جدي يا شيخ. صار وين البرميل الثاني؟ انا البرميل الثاني ما ضربته. ابلع. اعتقد دي اخر دفعة ما خاب ظني. الله اعلم دي اخر دفعة خلاص. يو ماست ريلي تف. ابغى اذبحه. انتظر شوي. لين متى يا ولد؟ لين يذبحك يعني؟ يا بلين يذبحني. باقي اخر قنبلة قاعد يطفيها الخوي. ابلع. شباستيان منتظرني اذبحه. هاي اكل. طيب شكرا. ما راح احرق هذول الاثنين. السلام عليكم. تكفى كل النهايه. تكفى السيف داتا. طيب خلاص ماني زعلان. على الاقل النهايه. على الاقل سيف داتا. شكل سيف داتا خلاص. ثواني بالله ابغى خلاص. لا خلوه شغال بما انه فتش. والله خلنا نرتاح. والله العظيم خلنا نرتاح. I think we've got to get out of this place as fast as we can. تحسبوني بوريكم كم مره متنا؟ مت كثير. مت كثير. اي والله مت كثير.
اي والله مت كثير. دقيقة كم معي شو اسمه من ال ليش انا كل مرة اجي فيها احس انه معي كثير بعدين اتفاجئ ما معي شيء. حلو والله سنايبر. اوكي خليني اعالج الاهبل ذا عشان اقدر اخذ سنايبر. سنايبر في اللعبة ما اذكر. دقيقة ما اذكر اخذ سنايبر. ابلع بس ابلع. طول الوجه ذا الخايس. صار لكن طلقة مات. اذبح وتكفى. اوكي. We won't stand a chance if we don't take out those other guns. When the other guns. اي اوكي. الحين وضحت لي جزاك ربي الف خير. انا على كذا بطب يا صاحبي. بطب وبجيب هذه هنا. بخليها هنا شوي في الوسط. ايوه عشان كذا. عشان اجمع الشبيبه ذول يعني. والله كان عندي اوكي. كان عندي احساس يقول لي انه ذولي راح يموتون واموت معاهم. ما جو. اقولها زي ما قال لي احد في التعليقات انه ذولي مو شرط يجونك يغير اماكنهم. لا ما ابغى اماكنهم تتغير. طيب انا والله ما جو. شو السالفه صار جلتش يعني؟ وات؟ اوكي. حتى ذاك اعتقد اني ما قلت. طلع 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 راسك. سلم لي على راسك. سلم لي علي. سلم. براسي. توم يجون. احرقه طيب. لو ادري انه بس واحد فيه كنت ما. I need help. وما شاء الله مشتغل فيهم. قاعد تلعن خيرهم. اوكي. هذه تبعد يا اهبل. اخ الى الان اعتقد اني لو بطب بعيد نفس استعدادي من الصفر. انا غلط طريقي اساسا غلط. يا خاوي بالله يتركني شوي. وين لازم اروح طيب انا؟ وين؟ ماني فاهم. والله انه الحظ وما ادراك ما الحظ. اوكي عبي عبي هيلث عبي هيلث عبي هيلث. اكسر الباب. ادخل حول شوت جن. لا 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 خلص خلص خلص. لا ما ابغى اطلق بس شوت جن بس. سرعت. وينك؟ انا من بد يا اخي. ليش انا مسؤول عن 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 الزلايب معاي؟ انا اشتخني فيهم. بس امشي لا تروح وتتركني. تاخذني اعبي لك هلسك. انت اصلا قبل شوي كذا طقطق عليك اقول لك هلسك ما نقص تبغاني اعبي. لا الحين بعبيه حتى لو ينقص تفله. وين اي واحد يفتح الباب الان؟ خلينا نشوف وين. اوه لا ايوان كلب. انت كلب. اربع طلقات سنايبر. ابلع. كم واحد باقي؟ هذاك بالوسط ترى اعتقد تحت يبديني اضربه. لو اجي تحت هنا صعب اني اقيم عليه. لا مو صعب. السلام عليكم. عاد باقي احد خلاص. Nothing should stand in the way of getting to the tower now. طلع كذا النظام. اوكي. ترى على فكره نظفتهم ذول اللي هنا كاملين. لا ما نظفتهم انا اسف انا امزح. اسمع صوت. على فكره توني فتحت هناك اشياء ما ادري ايش سالفتها. خل اروح اشيك عليها. امزح صح؟
كذا ضربة واحدة مات؟ مات؟ طلع خرطي. صح انه صار جلتش في الحلقة الثانية بس طلع خرطي يا جماعة الخير. صدق قسم بالله العظيم صدر حياتي قلبي عورني قلت الحين اموت بس كويس سوالي حفظ يعني حتى لو اني ميت سوالي حفظ صح؟ والله ما ادري. اكيد ما خاب ظني بيكون فيها شيء. وصح على سيرة صناديق في واحد علمني قال لي سكر الصندوق ارجع افتحه ينفك. اوكي نايس. اعتقد هذا فيه لغم. لا اوكي. نايس. 1000 تحسب 10000 10000 ها وليد تبغى 10000 من السائل ذا ها؟ ليه ما يفتح ذا؟ اوكي. رحت شيكت على المناطق كاملة ما حصلت شيء كبير. يعني حتى رحت تعال تعال خليني هيلك هيلك فل يا رب نهاية الشابتر ذا هنا اتمنى انك قلبي صراحة الشابتر صعب يب يب فيه صعوبة اوه 10 طلقات كبريت اوه نايس صح طورت انا طورت الحلقة مو هذه راحت اعتقد مذكرات سيباستيان مفكر سيباستيان اوكي شوفوها يا جماعة الخير نزلنا لتحت كذا اوكي الحين تقدرون توقفون الحلقة وتشوفون ما احتاج اني اطور ما راح اطور معي 10000 ترى على فكره بس ما راح اطور عشان كذا بخلي تطوير الحلقه الجايه انا اوكي لازم شو اسمه يحترق ذا الاخر صح يب لازم ضروري افتح الان شكرا تعال ادخل تخيل يوم اموت لا ما لها داعي ما اعتقد نهاية الشابتر بس خلينا نشوف الان في شيء هنا يسار ما ابغى الهيلث لو في بس تاجري بتبيع الهيلث عنده تضحك عليه فيه ممتاز جدا بس ما في للاسف السالفة اكيد اكيد اوكي ما عندي اتحرك انا متجمد ما عندي اتحرك ترى وبعدين خلي يجي واحد الحين مع بازوكا ينتف الجسر لا هذا مو ستيفن يا وليد هذا ايفل اذن ما في اشياء زي كذا اوكي اصبر يا اهبل اوكي ما في بازوكا بس في الغام على الجسر والله انه اهبل والله انه اهبل يا اخي ذا جيسون والله انك اهبل يا جيسون قسم بالله العظيم انك اهبل وتستاهل اللي جاك يا شيخ يقطع راسك بس صح شيك حاقد عليه حاقد عيله انه هم تخيل تلعب اكومو ويجيك الاهبل ذا جوزيف مو جيسون ايش اسميه جيسون انا اسمه جوزيف يوسف اوكي اها لعبتي السنايبر انا اساسا اسنبر عليهم هذول الاثنين ما ادري شو متسرع والله ما يستاهل اساعده والله ما يستاهل طلقتين ذي راح تروح والله حرام تروح يا خوي والله حرام ارتاح الحين استانس يو اوكي لو كان نايم يوم ماسكينه سبحان الله يوم اني طلقت انا الصحه نو نيد وري ها الله لا يا 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 كلب حالتك تعيسة صدقني صدقني حالت إيه بتمنى عليه نعم يستاهل المنة ذا 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 مصيبة مصيبة القرن الواحد وعشرين هذا حرفيا مصيبة القرن الواحد وعشرين كارثة القرن كارثة آخر 100 سنة والله صادق اساسا انك كذا راح تلين قلبي عليك انك يعني تبغى تتحول فالواني مخليهم يقتلونك على وفاك بس يعني قلب رهيف
لازم اخذ لك صوره واسميك موسيقى موسيقى مصيبه القرن. طيب ما يمديهم يجون اعتقد. كفر مي هذه شغلتك بالحياه. من وين يجون؟ ولا ما يصير الخشبه حقتنا؟ ماني مصدق اني اوكي احسن. عاد تطيح عاد تطيح. حد يجيك من هناك ترى بزعل لو واحد يجيك من هناك. هذا قاعد قاعد يقطع علي بالالغام. يا رب يفتح الباب بسرعه عشان نقدر نطلع. فتح الباب ولا باقي؟ ما تسال طق سنايبر والله يا خوي. ايه مبروك لك لحالك هنا. اوكي انا كنت قدامك. شرنا نفسنا. ما يعرفون يفتحون الباب؟ يعرفون شنو الديناميت يقطون عليك بس ما يعرفون يفتحون الباب؟ كويس. على فكرة جمعت كل الاغراض اللي هنا، كل الصناديق، كل شيء. فما اعتقد باقي شيء ما اخذته. بس طلق فرد ما عندي كثير. تحول. لا أشوى. Where do you suppose we are? More like when? This architecture seems straight out of the Middle Ages. حتى الفانوس اللي معي من العصور الوسطى. Electricity, elevators. This place can't be real. It's like jumbled up memories. أدي لمحولك إن ذكريات مشوهة. تلميحهم رخيص. عندي اشياء واجد، حتى عندي صعق، عندي كل شيء. بيتحول، تحول، اخلص. شيت. Let's hide out in here for a minute. Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. I'm counting on you. فجأة طلع نور وغيرت أجواء الغرفة و شو ذا؟ خريطة. شباب الخريطة طيب. ما يخالف ما يخالف بما إنه في خريطة فما يخالف. Find something. Maybe. It's all symbols. Some kind of cult. Okay. Could be useful. I think I'm okay. We should probably get going. طح 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 عليك يا وليد. صح بالحلقة اللي راحت كتبتوا في التعليقات انه تبون الحلقة تكون طويلة، انا بسوي الشابتر عندي المرة بشوف، حتى لو كانت حلقة طويلة الى 40 ساعة او ساعة وعليها بشيك الوضع بشوف كيف الوضع. اها
راح وخلاني. كويس اهم شيء اني ما ساعدك ولا تساعدني. واحد يطلق. اكيد كيدمان. يب كيدمان. معاها ليزلي. Hey, that's Kidman. Who's that she's with? ليزلي. كفو حصل له سنايبر يحميني اعتقد يغطيني فيها. واضحة واضحة. I cover you. What I found. Seems to be in working condition. Go on ahead, I'll cover you. انت عارف اصلا ما يحتاج يعني تعطي كلام. كسر المكان وخلاص ما بدك ترجع يا وليد. ما ابغى ارجع اساسا. مو شوف كم معي 12000. مو ذاك الشيء حتى الكبير. يطلقون نار. اوه اوكي. المويه دي ثقيله. المويه دي ثقيله. وهذا اسمه اكبر غش انهم يركضون بالمويه وانا ما اقدر اركض. السلام عليكم. جماعة الخير بالله السؤال اكتبوا لي في التعليقات. وش صار الان؟ وش صار؟ انا ماني على ارض يابسه وكنت اقدر اركض. ليش ما قدرت امشي؟ باو باو باو. سيمبا ينوي زيك يا خوي. اذبح اذبح هذا اذبح هذا قريب لا تخاف. الله عليك. سيقر سيقر شفته؟ استغفر الله. ما بدي احرق ذولي. عشق عشق الشتقن. شيل. ايش بيسوي ذا؟ خلينا نشوف. هذا ايش هذا؟ ايش الحلاوه ذي يا خوي؟ لا 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 هذا ما يحس. شكلي بسحب عليه. احميني. ثاني بابا. اي وهذا يركض. مات؟ لا ابلع. هذا الكلب ما مات بس هذا مات. مات 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 ماتوا اثنينهم يا خوي. ذبحناهم. Shit, a dead end. I'll look for another route. Let's meet up by the horse statue there. يعني ضربني ضربة يذبحني. ترى مت كثير عنده. في مت كثير عنده. ولا أعتقد إني بوريكم لقطات المت فيها لأنه ما كان في رد في أي ردة فعل. كان شيء متوقع أساسا إنه يذبحوني. يعني خل نروح نتقابل عند ستاتشو. Wait. Okay. There's something about a horse in that house back there. طيب. Let me see what I wrote. فتحنا طريق خفي. واضحة. بس ما في الا هذا الطريق الخفي. بشكل عام يعني. اوه! هذه الحفرة. اوكي. ايش جابون هنا؟ اوكي معي معي يوسف. اني انصدمت قلت معقولة انه هذا كله كان حلم؟ اوكي. You don't need to worry about me. Worry about yourself. هذول ميتين. ناس ميتة هنا يا جماعة الخير. دخلنا انفاق غريبة.
السالفة. قفل الباب. لا لا أهبل أنا أهبل أنا أهبل أنا أهبل أنا أهبل أنا أهبل. هل أنت صح؟ صار صار الله. What do you make of his writing? Doesn't mean anything to me, should it? والله ما أدري كيف حليتها. يشهد الله ما أدري كيف حليتها. بالحظ والله بالحظ، مع إنه داري إنه كان في رقم بس ما كنت متوقع إنه كذا بيسهولة. أتوقع إنه يعني كنت من الموضوع يأخذ وقت طويل ولغز والزومبيز. شكل ذاكرتي متضاربة بين الثاني والأول. الثاني منطقة ذاك الكاهن. بيبي طلعت ما حليت شيء مسكين. يعني معقولة أخلي الثلاثة والتسعة والخمسة ينزلون وسبعة مرفوع؟ لو تلاحظون سبعة مو مطلوب إنه ينزل إذا ما خاب ظني. هذول لازم ينزلون كقربان وهذه لا. أعتقد الحل صح، امشي امشي بس. وقمت طول صار الكتسي كذا قسم بالله. اوكي شو ذا طيب الحين؟ وهذا ايش يا اخ؟ ننزل معاه؟ كان في مويه تحت كيف ننزل؟ او فوق طلعنا. اوكي اوكي ادري لغز ثاني تكفى ترى يسويها الاخ شينجي ميكامي، سويها بالراحه بعد. ولا عنده اشكاليه في الموضوع. شو ذا؟ اشياء غريبه قاعد تصير هنا. كلب؟ كلب مربط وملتعن. خير خيره. ابعد ابعد. هذا الكلب واضح بيقوم. بيقوم بيقوم. بس متى ما ادري. اوكي. طلعت معقوله خلاص؟ Can you get it open? واضح انه يفتحه. يب فتحوا الباب. فتحوا الباب وانا عند الباب كنت واقف. لا والله رجعوني. والله اني اهبل يا الله. يا ريتني ما اخذ الاغراض، يا ريتني مشيت اذا في اغراض ولا. شفته كان واضح بس ما اذكر انا حاربت كلب زي كذا. قسم بالله العظيم اني ما اذكر. كيف بحاربه ذا؟ استلمك سنايبر يا اخوي انا اسف. والله العظيم. 2000 years later. يا الله المبزرة. غش وربي غش وربي غش. ما تفجرت بساعة واخر شيء قطها. بتموت والله لا تموت. والله لا تموت. زيرو هيت يا تشلب. وليد اكيد زيرو هيت غصب عليك يعني. قلت ترى بكون موت. عشق عشق الطلقة. بآخر لحظة
مات؟ مات؟ موت تكفى؟ مات؟ مات صح؟ مات؟ كفو يا شيخ، عقدني؟ خرب بيتك، ما أدري كم مرة مت، بس مت كثير. مت بسبب الأفخاخ أكثر منه والله العظيم. جوزف كذا مسوي فيها نايم خايف. اوكي انصدمت، قلت ايش الجلتش ذا اللي اخترقه ولا ما مات صح؟ يا الله يعني واضح فايت ثاني بعدين. I dropped my glasses back there. ايوه فاك كيف كيف تدير نظارتك؟ عبور بجيب نظارته، يستاهل خوينا، خوينا يستاهل يا جماعة الخير. Sebastian, I'll draw it away so you can search. عادي عادي تترك تتركني على راحتي شوي، انه هذه نظارتك حصلتها انا. اوكي ما ضربني الاهبل، ممتاز ممتاز ممتاز. اوكي ما ضربني الاهبل ها. زي كلاب ريزيدنت ايفل، الواحد يقدر يتجنبك بالراحة. السلام عليكم. تفضل نظارتك يا اخ يوسف. It's not just about being unable to see. أجل. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. لو جايب لك عدسات لاصقة مو أفضل لك عدسات طبية؟ ريح نفسك. ده النظارة شايلنا إياها بالأجواء الرعبية. وليد من بيحصل عدسات طبية؟ حصل يحصل. المخرج يعطيه واحدة. نزل إياها بباكج حتى بطيارة. كويس إني ما رحت. إني ما أبغى درعم. 21,000 بطور الاستامينا اعلى شيء، استامينا هي اللي قاعد تفيدني بكل امانه. او خلاص الشابتر نايس. That sounded close. هذا دازلي. Nothing is gonna get you. Get you. انا موجود هنا. اقدر اساعدكم ترى. شو ذا خريطه اوكي. اي خلاص. استبعد. جوزيف طقع. سيباستيان يقول you ever had the urge to just jump when you're on a high place؟ لا يديني تعرق، اخاف من المرتفعات. Imagine if you had that urge for a minute straight then 2 minutes. اوكي you fought it off 3 times now Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. ما عندك فرد يا مسكين. Worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Okay. That's Sebastian. Hold on. This might. Oh, yeah. وانا اتحول. اوه روبك بقى يتحكم فينا الكلب. طيب ليه كذا روبك؟ ليه؟ ايش شغل المبزرة ذا؟ ماني فاهم. اوكي ادري وين قطني، بس واضح انه قطني من مكان بعيد عن الكيس اللي كنت فيها حرفيا.
قطني مكان بعيد مرة. الفصل 7 الحارس The Guardian. أعتقد كذا اسمه بالإنجليزي. أوكي تونا نبدأ الشابتر حرفيا تونا نبدأ الشابتر. يعني مو تونا بس يعني لسه مطلع كذا. زي ما أنتم شايفين يعني. What؟ إيش جابك هنا؟ قبل شوي كنت مع شو اسمه؟ مع كيدمن. كيدمن أينشتاين. إيش دخل؟ ما أدري. بس شينجي ميكامي ترى يحب الشخصيات زي كيدمن يعني كيدمن شو اسمها ذيك الثانية؟ أيدا. طيب أنا بعيد بس الكلب اللي له واسطة ما تتفجر قنبلتي أما أنا أتفجر. بلا عباطة بليز بدوني عباطة والنعم والله هذا رجال أشودي. بهدوء هذاك ما يشوفني وانا بعيد كذا. يا ليل يا اخي والله المسكني ما احب اتخبى والله العظيم. قربوا خاطر يا ريت مخاطرتي نفعت. ليش الايم حقي ما يجي على رجله؟ معني اكون مأيم عرض ما يطيح. اقتلني ريحني من هالمعاناه. تعالوا في واحد اول يقول لي لازم تجي قدامه عادي قدامه ولا وراه. تعال قرب انت قرب طول لين ما تطيح. ابغاك تركض عشان تطيح. ما يطيح. صباح الخير. خلك منسدح. ما في الا ذا الحل. صراحة يعني انا حاولت اقدم وابعد واجي. ترى وصلت قدام ما ادري اذا بجيبها بالمقطع. وصلت قدام ترى بس صار كذا منطقة زي الهدوء ما يمديني اركض فيها وانجلت على وجهي. واضح ينفتح الباب واضح. Looks loose. طيب. طيب. أنا داري هنا 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 جيت على هذا المكان كذا طفت ال شو اسمه النار زي كذا ولا أقدرني أتأيم ولا أقدر أركض ولا أي شيء فذبحوني. شايفين الآن ما أقدر أركض الحين صرت أقدر أركض. أوكي لا تقول لي هذا ولا مو هذه المرحلة أمانة الله يستر بس الله يستر ان مو هذه المرحلة اللي براسي. اوه شيت. هذه المرحلة. لازم اجمع ثلاث رؤوس، انا الحين عندي راس واحد ركبه. It fits. اوكي. باقي طيب باقي. طريق يمين. طريق يسار راح تشوفون فيهم اعظم سبيد رن باذن الله اذا يعني كانت القطعه ما احتاج اني يعني اذبح احد. هذا اللي بسويه. طن 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 بجرب اسوي سبيد رن كبدايه بشوف وين يوديني وين ياخذني بعدين اذا مت عادي ما يخالف. There's no time for that now. I'm so close.
يتقفل علي الباب واضح، بعدين بطلق على ذولي. اوه اشو اني ما نزلت. هذا من متى كانت وراي؟ هذا اللي شفته بالصورة. ايه هو هو هو. بالشكل الماسخ. يا مقرف. يا مقرف. كويس انا معي طلق شاتجن واجد. نقطة حفظ. طيب اطلق على هذه. لا دقيقة. لا غلط، قاعد اضيع طلق على الفاضي زي الاهبل. قدم قدم يا اخوي قدم. تعال 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 تعال. انك واضح انك مسخره ما احتاج احاربك. والله صدق. احاول اسوي لهم سكبات اريح نفسي. بخلي الفخ هذا بسرعه. طيب ممتاز. اسوأ اني بعدت لانه كنت مت معاه. حرفيا كنت مت معاه. ما مات. مات الان. والله ذاك لا يجي. بسرعة 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 بسرعة. ما ينفع. ذبحني خلاص. كنت براسي فكرة. بتقول وش الفكرة يا وليد؟ الحين أعلمكم عليها. الفكرة إني أحط لغم. هنا الو. بعدين احط لي لغم كهرباء. لا تقول لي خرب. يخرب يا اهبل. يخرب يا اهبل. اوكي اصلا انا اهبل اعرف. تحت الخطة. الله علي. السلام عليكم. كم واحد باقي عايش؟ بسرعة بسرعة. شيل 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 شيل. بتخلص بتخلص اسلحتي ذي كل هذه المنطقة. عيدنا البداية. يلا يا المروة. اوه في ممر سري هنا. الله يلعنهم غبائي. والله حرام شكلي بقص اللقطة اللي مت فيها قبل شوي من الفضيحة. صار الله فضيحة اللي صارت فضيحة. صبر الله يتوب لي. اوكي اوكي خذ الكبريت. دخل. تعال تعال. جزاك ربي الف خير. لا تنسى يا وليد لا تنسى تكفى.
ابلعه. في قنبلة وراه. السلام عليكم. طريق عاد من وين انا ما ادري. بس انا هنا في طريق بروح بروح تجي. كيف تروح تجي يا وليد؟ الطريق هذا ذبحت ذول الاثنين اللي هنا فيه. ابغى افتح الباب. طيب كيف؟ او اضربه. اوكي. في عندكم شيء تعطوني؟ اعطوني. حلو. عادي الطب. اكيد بيقوم بيسكرها واضح. ايه من البداية واضح يا خوي، ما يحتاج تتقفل يعني. انا ما ادري ايش قفلت. الله يهديك. بس الله يهديك. حط سم الورع. حط سم. بدينا سيباستيان. بدينا. بسرعة 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 بسرعة. دز على اللي بعدها. لا لا كنسل كنسل. العافية. هذا بسرعة بسرعة بسرعة. سنايبر هذا. قطع على عينه سنايبر. انه ما عندي وقت. ما اعتقد. لا لا بطيء الوقت. صار الوقت يتباطأ. حركة حلوة. من 0 لين 50 سريع. من 50 لين 100 يصير بطيء. عشان كذا يخوفونك. نايس والله. نايس والله نايس. حركة يا شينجي ميكامي. اهنيك الصراحة. يا اخي ما ابغى انزل عن طريق هذا. خلك سريع. اي. سيف داتا. هي. حركة حلوة. ها. اركض اركض. ما يطيح. الملعون. احرق. لا يا شيخ والله ما الله. السلام عليكم. معليش اعذروني. طلع الطريق من هنا. وصل الطريق. ما يبين عليك من وين. اخي الفرد قوي والله. والله فرد قوي يا جماعة الخير. الايم في اللعبة يا اخي لك عليه. ما عندكم طلق؟ ما عندكم شيء؟ والله انكم مسخرة. اي والله مسخرة. والله حرام الطلق فيكم. والله حرام اطلق فيكم. لو ادري انه بيتقفل الباب كنت ما حاربكم. خساره والله خساره. اتمنى اني اموت موت غبيه عشان اعيد وارجع الطلق اللي راح علي. والله حرام. فاك. حرام اللي صار. اوكي. لازم امشي بهدوء 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 بهدوء. عبي استمنا. بدينا قفل الباب هذا. انت تشوف في وقت انا فاضي اني ما اعتقد يمديني اقفل الباب. ما يمديني. اوه لا 75 يصير خطر علي ويدمجني اعتقد. مت. انا اشهد. الله كان وشيك وشيك. هناك في اغراض. المنطقة ذي والله صعبة. والله المنطقة ذي تدرهن النفس.
الله خلصت مشكلة كل طلقي. Out of ammo. أوه القطعة الأخيرة. هي. قاعد أضغط فلتات متحمس أنا. طلع الباب يفتح يا حسافة والله الوقت والجهد اللي ضاع. سجلوا لي على أي سبايدا. سجلوا لك احمد ربك سجلوا لك ولا تعيد من البداية. ون مور هذا معاك الون مور يا خوي. نزلنا الكهف الأحزان اللي ما أدري ايش سالفته. اوكي الغام حياك الله. يقول لي حياك الله اركض صح؟ لا هذا اللي فهمته انا الحين. هذا اللي فهمته الان. اوكي نريح شوي هنا. طريقي راح يكون من هنا يمين. لا يمين احشر نفسي. من هنا يسار سيدة. اوكي اعتقد سهل ما يحتاج اناظر. راح يكون الطريق واضح لي كيف. سهل بس يبغى لك تهدي السرعة على كل مرة تجيها. ليزلي you're safe. بس ليزلي where's kid kid يا فتى يا فتى is she here too kid kid is she all right is she all right all right stand back I'll get it open. يلا افتحه. واضح اني بحارب الخوي هنا اذا ما خاب ظني صح؟ انه حاطي صناديق واجد. صناديق بيجي صح؟ جاي الخوي وراي. دفر علي الباب واقعد حارب الخوي الان. هذا المنطقة اللي حاربوا فيها إذا ما خاب ظني صح؟ مات؟ ما أعتقد يمديني أفتح هذه. بيرجع الآن واحد ثاني مكانه. ليش ما طلقتين السنايبر بسرعة معك؟ والله ذي سنايبر ذي الدرجة قوية. أنا ما أذكر السنايبر كانت بذي القوة. خبر في ألغام أشياء أحطها هنا وأنا كنت أيامها نويبة. أدري والله والله ما ادري الصراحه. بدينا اخذ الرافعه ذي. لا المشكله يحطوا لك هيلث مع انك ما تحتاج الهيلث. اوكي بيجيني صح. يلعن خيرك انت وقطعه اللحم اللي شايلها بيدك. بدي اجرب حركة غبية ممكن اندم عليها بس بجربها بنفسي. ما ادري اذا الكهرباء تثبته كثير ولا لكن بجرب حظي. ما ماني بعيد يعني حتى لو مت. صغيرة حرام والله. اوه يحط الغام الخوي. نايس عليك والله. عيدنا البداية. شوف شعرة صغيرة بس توني ملوبك بس. قاعد افكر اني اعيد والله. والله قاعد افكر اني اعيد. انا ضيعت على نفسي طريقتين السنايبر كان يمديني اني اخذ بعيد شوي وارجع استخدمها. حسافة والله.
حسافة حسافة. وهذه سريعة مرة. اوكي بيجي الحين بينتقل يا اخوي، لا تستانس. يذبح نفسه، خبر يذبح نفسه يا اخي، يقدر ينتقل. خرب بيتك، صاب انك اهبل. ابغى اشوف عادي، يشوف وليد احد ماسكك. جمع جمع طلق. اي رايق انت وليد، سوي لك طيب يغوم. في هنا مكان اهرب منه ولا لا؟ خبر الثلج قوية. اوكي ضيعت طلق واجد والله، والله ضيعت طلق واجد. والمشكلة هذا صار الله. طيب انا اعرف وين مكان وحدة، اروح اجيبها يعني؟ معقولة؟ يب هذه شفتها قبل شوي. اوكي عيد من البداية يا تشلب. تعال تعال بسرعة، تعال اخلص اخلص، تعال وينك من وين جاي؟ باقي له ترى طلقة وطلقتين ويتفجر راسه خلاص. يب كيف عرفت يا وليد اني قبل شوي طلقت عليه طلقتين شاتجن مع لغم مات؟ الحين راح يفجر ذي، بعطيه طلقتين سنايبر. اوكي خليه يكسر اول شيء، بعدين بروح اجيب، بعدين بعطيه طلقتين سنايبر ويموت كذا اسرع. كانه في شيء هنا ما ادري، ولا نطلق عليه لغم بما انه مساحه مفتوحه، لان المساحه مفتوحه خلينا نطلق عليه لغم. شايفين؟ شايفين؟ مات بسرعة، طلقتين، بس لازم أكون قريب من الشتقن أعتقد. ما أبغى يرسبن بسرعة، تكفى. يا ليلنا الليل. بس وين بيطلع؟ وينه هو؟ وينه هو؟ العيد انا ميت. ما ابغى اموت بعد كل ذا يعني، والله عيب. يا لين يا انك من جد نشبه يا اخوي. طيح علي هذه ولا عليه؟ علي ولا عليه؟ ما ادري خلصت انا الحين ولا باقي احاربه فايت فايت. نقطة حفظ، نايس. بيرجع بيرجع لان الموسيقى موجودة، راح يرجع. ايوه هذا هو، ها ولا يقطه هناك تحت. حتى الكام طبعاً وجهك يا كلب. فوق راسك شيء حلو يحبه قلبك. شو الفايدة يعني، راح يظل عايش ما مات صح؟ بس طلعت انا يعني، سواء رجع ولا ما رجع انا طلعت. خلصي كل طلقاتي، خلص لي كل طلقاتي ما عدا ذا، لانه هذا عندي له يعني اغراض واجد. بس الله يجزاه ربي الف خير يعني، خلاني ارجع مطفر. الله يسعده يعني دنيا واخره. ممكن اعيد الشابتر ذا، علموني في التعليقات تحت اذا اعيد الشابتر ولا لا. يموت سباستيان؟ خليه طب اشوف. لا ما يموت. نهاية الشابتر صح؟ يا ابن نهاية الشابتر. بس. شابتر 7 والله كنت شايل همه ترى، والله كنت شايل همه، والله كنت شايل همه يا جماعة الخير.
المهم هذه نهاية المقطع، الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى إني أكون كفيت ووفيت. إذا وصلت ذي النقطة ما تحط اللايك، أتمنى تحط اللايك، وإذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يسرك المقطع أول بأول. القادم أجمل أفضل بإذن الواحد الأحد. في النهاية ما أقول غير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.